استمرارا لنهج الالتزام بتنمية المجتمعات المحلية، كشفت أورانج الأردن عن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية للعامين المقبلين بميزانية إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار. ونحن كل تركيزنا كوزارة على نشر المعرفة في جميع أنحاء المملكة، مش فقط تركيز على العاصمة، بالإضافة لتنزيل تخفيض الأسعار. هو طلب يعني بنسمعه دائما من جميع المستهلكين إنه أسعار الإنترنت يجب تخفيضها في الأردن، وهي المبادرة إن شاء الله راح تساعد في هذا الموضوع. الموضوع التركيز على التعليم موضوع مهم كتير، ومبادرة تركز على قطاع التعليم موضوع مهم كتير، دعم المعلمين ودعم القطاع التعليمي أيضا موضوع رئيسي. الاستراتيجية تشمل مشروعين، قرى أورانج وصندوق أورانج لدعم الإنترنت، اللذين يأتيان استمرارا للإنجازات السابقة التي تحققت من خلال الشراكة والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والتطوعية ذات العلاقة مثل مؤسسة نهر الأردن ومبادرة مدرستي. عندنا برامج للمسؤولية الاجتماعية، وعندنا برنامج اليوم اسمه الصندوق أورنج لدعم الانترنت، وهو عبارة عن دعم المواطن بالمحافظات، مساعدة بتعطيها أورنج ليقدر يستعمل الانترنت. هناك خطة موضوعة ما بين وزارة التربية والتعليم وأورنج حتى انه جميع مدارس المملكة تكون ان شاء الله موصولة بشبكة الانترنت، وجاءت هذه المبادرة يعني انه بشبك يعني او بتجهيز 500 مدرسة جاءت إن شاء الله مكملة لخطة وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. سيتم من خلال المبادرة تزويد 500 مدرسة بخدمة أورنج إنترنت وما يتضمنه ذلك من شبكات وتجهيزات فنية، حيث ستبدأ أورنج ب100 مدرسة من المدارس المشمولة بمبادرة مدرستي.